الرئيسية فاطمة محبوب الرئاسة المشتركة لهيئة عوائل الشهداء وجرحى الحرب. يطلبون رأسها كما ردها واحدا: سأبقى، لن أغادر، سأقاتل. بعد أن دعتها أمها، بعد أن دعتها أمها إلى وجبة بوفيه، تصحو لتلاحق الذكريات، تلاحق منديلها الملون الذي يراقص الريح فينثر القنب في سماء الميروس بقلب. نحتاج الكثير من التصميم على المقاومة والنضال والكثير من التضحيات والشهداء لنصل إلى ما يجعلنا قادرين على تحقيق السلام والحرية لكافة الشعوب، وهذا لا الحقيقة لكل ما قامت به الطغاة وما قام به الطغاة من إسكات المرأة وصمت المرأة. الحقيقة بين خلف لم تكن رمز وقيادية لنساء سوريا، وإنما كانت للعالم أجمع. لاحظنا بالآونة الأخيرة كيف قامت النساء بمدينة السويداء عندما تجددت مرة ثانية المسيرات السلمية في محافظة السويداء، كيف حملت شعارات مكتوبة عليها دماء شهيدة هبين خلف تزهر في مدينة السويداء. دماء نحن مرة أخرى نترحم على أرواح كافة الشهداء الحرية وعلى رأسها الشهيدات السوريات اللواتي ناضلنا من أجل حرية شعبنا، ونحن اليوم نؤكد مرة أخرى إن الشهيدة هبرين خلف كانت من أكثر الشخصيات التي ناضلت لأجل إنهاء هذه الأزمة السورية، وكانت مؤمنة إيمانا قويا بأن الحل الأزمة السورية سيكون عبر الحل السياسي السلمي ومشاركة كافة الأطياف ومكونات. نحن اليوم نوجه رسالة للنساء السوريات لهم دور كبير وهم دورهم في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وخاصة في المحافل الدولية. أن تكون هناك لها دور فعال وليس حبر على ورق، بل يكون لها دور كبير. ولا ننسى اليوم الروح التي قدمتها خلف أنهم شيء على خطاها، وأن نكون صانعات للسلام، وأن نقول للاحتلال التركي أن هناك ليس هناك فقط هناك صانعات كثيرات لهي السلام، وهناك مشاركات سياسية على حل الأزمة السورية. أنت القصيدة والسلاح، يا محمد يا مسيح يا درة الزمن المباح، أنت البنفسج سيدي والنجم.